رفض البرلمان الأوروبي مساء أمس بستراسبورغ التعديلات التي كان من المفترض إدخالها أو على مشروع تقرير يتعلق بحقوق الإنسان في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وخلال التصويت على مشروع النص الذي تقدم به الاشتراكي الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري في إطار لجنة الشؤون الخارجية، سارع النواب الأوروبيون إلى رفض هذه التعديلات الملفوفة بادعاءات معادية للمغرب، لا سيما ما يتعلق منها بالأقاليم الجنوبية. لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كنا قد اتصلنا بعبد الرحيم عثمون رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في يوم الاثنين على الساعة 8 في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، بالنسبة للجنة البرلمانية المشتركة وبالنسبة للمغرب، هذا الرفض ديال التعديلات الخمسة التي حاول من خلالها مساندو الانفصال، والمس هو في الحقيقة باغي نمسه بالوحدة الترابية ديال المملكة من بهذه التعديلات. فكان البرلمان الأوروبي اعتبر هذا الرفض هو اعتراف ديال المجهودات المبذولة من قبل المغرب في مجال تكريس دولة الحق والحريات وحقوق الإنسان في المغرب. ولا يخفى عليكم بأن هاد الاجتراف ديال هاد الاسطوانه ديال خصوم المغرب في البرلمان الاوروبي في الحقيقه اصبحت مرفوضه مطلقا، لكونها اصبحت متجاوزه ومتقدمه وتعاكس الطموحات الراميه الى جعل هاد المنطقه المغرب العربي فاعل وشريك لاوروبا. وهذا الشيء بداو تعرفوه اليوم مجموعه كثيره من البرلمانيين الاوروبيين. ولا بد من التذكير هنا ان اللجنه البرلمانيه المشتركه المغرب الاتحاد الاوروبي وفي اطار الدبلوماسيه الاستباقيه تمكنت طيلة اسابيع الماضيه بحيث ان الوجود ديالنا هذه شهرين في البرلمان الاوروبي في بروكسل ولا في ستراسبورغ باش من تنوير البرلمانيين الاوروبيين الجدد بتفاصيل وحيثيات التضليل الممارس من قبل ابواق هذا الاعداء ديالنا. وفي الحقيقة مكنت هذه المفاوضات التي جريناها مع الإخوان البرلمانيين الأوروبيين هو الإقناع ديالهم بشرعية المغرب ومغربية الصحراء، كما كانت هذه اللقاءات كلها بمثابة حملة تحسيسية واسعة ديال النطاق بخصوص الأوضاع الإنسانية بمخيمات العار ديال تيندوف، والدعوة إلى ضرورة باش النواب الأوروبيين يحسوا بشنو واقع في تيندوف.